الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن رصد جديد لأخباركم من أهم مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الصحف الإلكترونية. حيا الله خالد. حياك الله محمد، وحياكم أيضا مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامج أخباركم. إذن مشاهدينا الكرام خلونا نشوف العناوين. خادم الحرمين الشريفين يستهل جلسة الوزراء بالترحيب بولي العهد وتقديم الشكر للأمير محمد بن نايف. بموافقة خادم الحرمين الشريفين، فصل المستشفيات والمراكز الصحية عن الوزارة وتحويلها إلى شركات حكومية. وزارة الحج والعمرة تمنع مؤسسات حجاج الداخل من ترويج إعلانات VIP. لليوم الثاني على التوالي تزاحم في جوازات الرياض بسبب خلل فني. تعليم عسير يحصد ميداليتين ذهبيتين بمعرض للاختراعات بكوريا. ثلاثة ملثمين يقتحمون مطعما بسيهات ويسرقون مكينة الكاشير. إذن مشاهدينا الكرام كانت هذه أهم العناوين، إلى الأخبار بالتفصيل. رحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله في مستهل ترأسه جلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله لاختياره وليا للعهد وتعيين سموه نائبا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرا للدفاع واستمراره فيما كلف به من مهام أخرى. وأعرب خادم الحرمين الشريفين حفظه الله عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود على ما قدمه من جهود مباركة لخدمة الدين والوطن، كما رحب حفظه الله بصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية متمنيا له وللأمراء الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة كل التوفيق والسداد. فيما قدر مجلس الوزراء ترحيب قادة الدول الأعضاء في قمة مجموعة الـ20 باستضافة المملكة لأعمال القمة عام 2020 ميلادي. كما ثمن مجلس الوزراء أيضا دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله لعقد قمة سعودية إفريقية في المملكة نهاية العام الجاري. إذن مشاهدينا الكرام من هذا الخبر إلى خبر آخر. وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله على أن تكون الصحة العامة سياسة وأولوية في جميع الأنظمة والتشريعات لمكافحة الأمراض والوقاية منها، حتى تتفرغ الوزارة إلى دورها الرئيسي الإشرافي والتنظيمي. وأوضح معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن الوزارة ستتحول في أدائها إلى نظام الشركات، بحيث يتم فصل المستشفيات والمراكز الصحية عن الوزارة وتحويلها إلى شركات حكومية تتنافس على أسس الجودة والكفاءة والإنتاجية. وبانت الوزارة في بيان لها أن التحول إلى شركات يهدف إلى تطبيق أساليب القطاع الخاص في الكفاءة ورفع الإنتاجية وتقليل الهدر وسرعة اتخاذ القرار والبعد عن المركزية، وبالتالي تحسين جودة الخدمات وتوفير الخدمات في الوقت والمكان المناسب. وأشار البيان إلى أن تقديم الخدمات سيكون عن طريق مجمعات تتكون من رعاية أولية ومستشفيات عامة وأيضا تخصصية. إذا مشاهدينا الكرام خبر الصحة لقي تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وحظي بردود فعل إيجابية متفائلة حول هذا التحول. أول التغريدات تظهر الآن معنا على الشاشة، يقول المغرد: خصخصة الصحة أحلى خبر، وبيكون في تنافس بين المستشفيات من حيث الخدمات المقدمة من طاقم طبي إلى شركة تنظيف. أيضا من التغريدات المختلفة لأحد الحسابات تكلم فيها في هاشتاج أيضا خصخصة الصحة والمعلوماتية الصحية، يقول: مما لا شك فيه أن قرار خصخصة المراكز الصحية وإنشاء برنامج شامل للتأمين على الصحة للمواطنين سيحدث نقلة نوعية قوية لمتخصصي المعلوماتية الصحية. الدكتور عبد الله بربيعان كان أحد المغردين في هذا الهاشتاج وأبدى رأيا في تغريدته التي تظهر على الشاشة، يقول:
خصخصت الصحة جيدة لتطورها، عيبها أنها ترفع الأسعار، تحتاج قوانين صارمة حتى لا تتحول لتجارة محضة هدفها الربح بعمل ما يحتاجه المريض وما لا يحتاجه. ونذكر أنه أيضا أكدت وزارة الصحة أن العلاج حتى مع التحول سيستمر بالمجان. بالمجان صحيح. محمد الحكمي في هاشتاج أيضا خصخصت الصحة يقول تحولها من الوزارة إلى شركات سيرفع من كفاءة هذه وزارة الصحة وأيضا تحسين البيئة العملية ورفع الجودة فيها، وسوف نشاهد أيضا تنافس مع المستشفيات الخاصة. التغريدة الأخيرة حول هذا الخبر تظهر الآن معنا على الشاشة في هاشتاج خصخصت الصحة، والذي لقي رواجا واسعا في تويتر. يقول المغرد: المهم أن تؤهل لنا قيادات سليمة نفسيا لا تقودهم الواسطات والمصالح الشخصية، كما عبر هذا المغرد. إذن محمد، مختلف من التغريدات والآراء والتفاعل كبير أيضا في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية عن هذا الخبر. مشاهدينا، للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الأستاذ مشعل الربيعان. حياك الله أستاذ مشعل. حياكم الله، مساك الله بالخير ونرحب فيك مجددا في برنامج أخباركم. أهلا وسهلا، حياكم الله. الله يسعدك. بداية، إيش المزايا اللي راح تعود على المواطن يعني بعد هذا القرار؟ بالبداية نرفع ثنايات الشكر والعرفان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لدعمهما المستمر والكبير للقطاع الصحي بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. هذا الأمر الغير مستغرب طبعا من القيادة الحكيمة التي تحرص على تقديم أفضل الخدمات لجميع المجالات لجميع المواطنين السعوديين. فيما يتعلق بهذا الأمر، فحجر الزاوية ونقطة البداية كانت مع موافقة المقام الثاني على الخطة التي تقدمت بها وزارة الصحة، والتي تتعلق بأن تكون الصحة أولوية في جميع السياسات والتشريعات للجهات الحكومية، وأيضا أن يكون هناك تحول إلى نظام الشركات ونظام شراء الخدمة. الفائدة المرجوة من هذا الأمر هي رفع مستوى الخدمات وسهولة الوصول للخدمات الصحية الطبية لجميع المواطنين بجودة أفضل وخدمات أفضل وتقنيات أفضل ومواعيد أسرع وجميع الأمور التي يتطلع لها المواطن في القطاع الصحي بإذن الله تعالى. نعم. سيكون لها دور كبير في هذه الخطة لتحسينها وتطويرها. الأهم من هذا كله أن الصحة أولوية في جميع السياسات والتشريعات، بما يعني أن صحة الفرد تشكل شيئا كبير متعلق بالفرد نفسه، بحياته، بطريقة الحياة، بأسلوب الحياة الموجود، للمحافظة على نفسه من الأمراض. هذا الأمر الذي سوف يلقى على عاتق وزارة الصحة وباقي الجهات الحكومية لأن تساعد المواطن على أن يحافظ على صحته، فتكون الوقاية دائما أولا ثم العلاج. تمام. طيب أستاذ مشعل، المتابع لحديثك اليوم في وسائل إعلام مختلفة تحدثت أنه وزارة الصحة بعد التحول ستكتفي بالإشراف والتنظيم فيما سيتحول التشغيل إلى شركات أخرى خاصة بالمستشفيات، وتحدث أيضا عن نظام ما يعرف بالمخرجات، لو تعطينا عنه نبذة بشكل أكبر. نعم، اليوم وزارة الصحة هي من تنظم وتشرع وتشغل وتدير المستشفيات. في بعد التحول لشركات تكون وزارة الصحة معنية فقط بالإشراف والتنظيم، أما التشغيل فسيكون من صميم عمل الشركات الحكومية التابعة لوزارة الصحة التي سوف تنشأ لاحقا. هذه الشركات لن تكون كما ناحية الميزانيات كما هو الحال عليه الآن، بحيث أن تكون هناك ميزانية ثابتة موضوعة في بداية العام، بل ستكون على المخرجات من هذه الشركات كطريقة تقديم الخدمة، كمية الخدمات المقدمة للمواطنين هو من سيدفع للشركات من قبل الدولة لقاء هذه الخدمات. نكرر أن الخدمات الطبية ستبقى مجانا لجميع المواطنين. كل من يتحدث عن أن هناك أسعار سيدفعها أو مبالغ سيدفعها المواطن أو أسعار سترتفع، هذا كله غير صحيح. كما ذكر أحد المغردين قبل قليل عندما قرأت تغريدته أن هناك تخوف من ارتفاع الأسعار، هذا لن يحصل، بل بالعكس ستزيد المنافسة ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. هذا ما أكدنا عليه. نعم. على المواطن
الذي سوف يجد هناك أكثر من خيار أمامه، أما الخيار بمبالغ في القطاع الخاص أو الخيار المجاني اللي هو موجود في القطاع الحكومي، وهذا لن يتغير أبدا. هذا ما نؤكده أن وأكدنا في تغريدة عبر وزارة الصحة قبل قليل، صحيح، أن العلاج سيبقى مجانا ولن يتغير هذا الأمر أبدا. هذا الأمر على كاهل الدولة، الدولة حريصة على تقديم أفضل الخدمات الصحية بالمجان، وهذا يعني لله الحمد من النعم التي من الله علينا في هذا البلد. بلا شك، والحمد لله الجميع متفائل بهذه الخطوة. كل التوفيق لكم إن شاء الله أستاذ مشعل ربيعان، وأنت المتحدث الرسمي لوزارة الصحة. شكرا لك. مشاهدينا، إلى الخبر التالي. قررت وزارة الحج والعمرة منع مؤسسات حجاج الداخل من ترويج إعلانات حج في آي بي بحسب ما ذكره دليل الإجراءات التنظيمية لمؤسسات حجاج الداخل، والذي اعتمده معالي وزير الحج محمد صالح بنتن مؤخرا. وينص الدليل على أنه لا يحق للشركات الإعلان عن الخدمات التي ستقدمها إلا بعد الحصول على الرخصة الموسمية، مع ضرورة الابتعاد عن المبالغة في الإعلان بما في ذلك الترويج لبرامج الخدمة الخاصة وخدمات الفي آي بي والصور الدالة عليها. وأكد دليل الوزارة منع عرض القنوات الفضائية في مخيمات الحجاج باستثناء القنوات المحلية وقنوات الإخبارية السعودية. هذا وقد تراوحت أسعار مقاعد حجاج الداخل بين 3477 ريال للحج المخفض و 14000 ريال لأعلى سعر متاح من الحملات، فيما بلغ عدد المقاعد المخصصة لحجاج الداخل 239000 مقعد بواقع 194 حملة مرخصة. صحيح، وتنطلق أيضا يعني خطوات التسجيل في بداية شهر ذي القعدة. إذا مشاهدينا الكرام، إلى الخبر التالي. لليوم الثاني على التوالي شهدت جوازات منطقة الرياض تزاحم عدد كبير من المقيمين للاستفسار عن تفاصيل رسوم المرافقين وكيفية سدادها، مع تعطل نظام أبشر ما أدى لعدم إكمال طلباتهم إلكترونيا عقب العودة من إجازة عيد الفطر المبارك. وتوافد عدد من المقيمين على الكاونترات الخاصة بخدمات الخروج النهائي بسبب توقف نظام أبشر عن العمل، فيما تعاملت إدارة الجوازات مع تعطل النظام بخدمة المراجعين وإنهاء كافة معاملاتهم، ووجهت منسوبيها بالعمل على إنهاء جميع المعاملات الواردة إليهم بحسب الأنظمة المعمول بها. كما شهدت أيضا مكاتب الخدمات العامة المجاورة لمبنى جوازات منطقة الرياض ازدحام عدد كبير من المقيمين في محاولة لإنجاز معاملاتهم، فيما أشار عدد من المراجعين إلى أن نظام أبشر يرفض إتمام عملية الخدمات الخاصة بالخروج النهائي لوجود عطل فني. وأيضا طالبت المديرية العامة للجوازات عبر حسابها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي تويتر تحديدا في رد على استفسارات المراجعين عن وجود مشكلة تقنية في منصة أبشر بالتواصل مع الدعم الفني عبر الأرقام المذكورة على المنصة. صحيح خالد. إذا مشاهدينا، من خبر الجوازات إلى صفحة جديدة في أخباركم. حصدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في المتوسطة 17 للبنات في محافظة خميس مشيط أمس ميداليتين ذهبيتين على مستوى العالم في معرض كيوي للاختراعات، والذي أقيم في سيول بكوريا الجنوبية. وكانت أيضا الميدالية من نصيب المعلمة صالحة الشهراني والطالبة رشا عسيري، فيما قدم المدير العام للتعليم جلويا الكركمان التهنئة للفائزتين ولقائدة المدرسة عيد الأحمري. واعتبر المدير العام للتعليم أن المنجز الجديد يضاف إلى سلسلة من الإنجازات التي حققتها الإدارة العامة للتعليم في المنطقة على المستوى المحلي والخليجي وأيضا العالمي. صحيح محمد. أيضا للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا أو تنضم إلينا عبر الهاتف الطالبة الحاصلة على الجائزة رشا عسيري. السلام عليكم أخت رشا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول شيء إحنا نبارك لك في شبكة المجد الحصول على هذه الميدالية وألف مبروك. في البداية، إيش طبيعة هذا الابتكار اللي قدمتيه في المعرض؟ طبعا بدأت فكرة المشروع بعد الحادث الأليم الذي وقع في مسجد قوة الطوارئ بمدينة أبها، وراح بحيته عدد من المصلين ورجال الأمن. وبما أنني ابنة هذا الوطن الغالي ووالدي أحد الأبطال المرابطين على الحج الجنوبي،
كان لزاما علي أن أقف في صف رجال أمنين البواسل وأن أقدم مشروعي، وهو عبارة عن جهاز لحماية المساجد والمرافق العامة من الأسلحة والمتفجرات لمساعدة رجال الأمن وحماية أمن دولتنا. صحيح. طيب، طبيعة دور الأهل والمدرسة في تنمية قدراتك، هل يعني وجدت دعم من المدرسة مثل ما شفنا في الصحف والاهتمام بالابتكارات اللي قمت بإنجازها؟ الدعم الأول بعد الله إدارة المدرسة وقائدة مدرستي الأستاذ عيد الأحمري ومنسقة المنهوبات الأستاذ صالح الشهراني، حيث أنهم كانوا محفزين ومشجعين لي بقوة، ولست أنا فقط بل جميع طالبات المدرسة المنهوبات، ولا أنسى فضل والدي في تشجيعهم ودعمهم لي. ما شاء الله تبارك الله، تستاهلني يا محمد. ألف ألف مبروك صراحة لرشا، وهذا إنجاز خرب الوطن، نفخر جميعا، نكرر المباركة لك وللأهل وللمدرسة. إذا مشاهدينا، دعونا وإياكم الآن نستعرض ما تم خلال 24 ساعة الماضية من أحداث كثيرة نجملها لكم في 90 ثانية من أخباركم. نشاهد. اليوم الشورى يصوت على توسيع برنامج حافز ليشمل ربات البيوت. النيابة العامة، لا يجوز تحليف المتهم أو استعمال وسائل الإكراه ضده. إصابة رجل أمن بإطلاق نار في القطيف أثناء مروره بسيارته الخاصة بطريق زراعية بالمحافظة، وحالته الصحية مستقرة. القوات السعودية تحل ثانية أقوى الجيوش العربية والرابع والعشرين على المستوى الدولي كقوة عسكرية ضاربة لعام 2017 وفق آخر تصنيف أعلنه موقع جلوبال فايربور. أعضاء بالشورى يطالبون بتخصيص نسبة من غرامة ساهر لأقسام الإسعافات. استنفار أمني في جازان بسبب جثة مجهولة قرب السوق العام. إجراء أكثر من 3000 عملية جراحية في مستشفيات الرياض خلال شهر رمضان وأيام العيد. حرس الحدود بالمنطقة الجنوبية يحبط تهريب نصف طن حشيش ويضبط 19 مهربا. مجهول يرشق 4 نساء بمادة حارقة في جدة. رئيس أرامكو السعودية أمام مؤتمر البترول العالمي، أرامكو تخطط لاستثمار أكثر من 300 بليون دولار خلال 10 سنوات. مشاهدينا، كانت هذه 90 ثانية لأحداث 24 ساعة ماضية. شكرا خالد. شكرا لك محمد، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، على أمل أن نلقاكم بإذن الله غدا في تمام 9:10. دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.